تكلمنا قبل شوي مع يسرى عن أغنية العالم جونا واللي شارك فيها عدد كبير من نجوم التمثيل بالإضافة ليسرى، ومنهم وجوه شفناهم بفيديو كليب ثلاث دقات زي تامر حبيب، أحمد مالك وجميل عوض. وكان الوحيد اللي ما شفناه بالكليب هو أبو، وإحنا سألناه عن هالشي. أغنية معمولة من فنانين ممثلين في السينما المصرية، مش لا بالعكس، وكلهم حبيبي وصحابي، وفرحت بيها جدا لأن تامر حبيب مسمعها لي من وهي لسه فكرة عنده، فلا لا دي حاجة غير دي خالص. بس هذا الشيء ما منع أنه يكون موجود بقوة في مهرجان الجونة، وقدم لأول مرة أغنيته الجديدة شربات بالأفتر بارتي اللي صارت بعد حفل الافتتاح. ويبدو أن أبو حب يشوف ردة فعل الناس على هذه الأغنية قبل ما ينزلها بشكل رسمي، خاصة أنها تعتبر ثاني أغنية له من بعد النجاح الكبير اللي حققته أغنية ثلاث دقات. فمن بعد مرور حوالي سنة على طرح الأغنية وصلت المشاهدات على يوتيوب لأكثر من 357 مليون مشاهدة. رزق من ربنا، الناس عرفتك فبقى ليك ناس بتتابعك، فانت بقى هتقعد تقدم حاجاتك. وخلي بالك انا مش بقول انا مطرب، انا مش مطرب، انا بغني حاجات كاتبها وملحنها، فمبسوط ان انا بقى عندي حجم جمهور اللي سمعه الحاجات اللي بحب اعملها. فغير موضوع التلحين وكتابه الكلمات والغناء، يشوف ابو ان موضوع التمثيل قريب وممكن يتحقق، خاصه بسبب صداقاته العديده مع النجوم وتحديدا يسرى وتامر حبيب. خلال السنه اللي فاتت كان في عروض، بس انا صراحه ما كنت يعني مش جاهز، انا عايز اوقف حالي في موضوع الغناء الاول وبعد كده اكسبلور التمثيل. ولحين ما يقرر أبو يدخل التمثيل فهو حاليا مشغول فكرة بديو جديد، بس يا ترى مع مين حاب يتعاون هذه المرة؟ نفسي أعمل مع كاظم الساهر، نفسي أعمل مع ماجدة الرومي، نفسي أعمل مع عمرو دياب، يعني في ناس كتير جدا في الليستة. وشكل هذا المشروع راح يكون قريب، انتظروا اليومين الجايين دول هيبقى فيه لونش لحاجة قوية جدا وهتبقى مفاجأة. ما خدتش ثواني وكان قلبي طالع كسبان، رحت وقلت لها إن أنا أقولها. والله ظاهر ان المفاجآت مسيطرة على الوسط الفني في هالايام. هلا في كثير من النجوم موجودين هناك، واكيد راح يكون في حكي ما بينهم عن المشاريع الجديدة، ومثل ما سمعنا ابو حابب انه يعمل ديو مع عمرو دياب، وعمرو دياب موجود في الجونة، فما بنعرف يمكن هذه المفاجأة اللي بيحضر ليها او يمكن بيحضر لشيء ثاني.